السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مباشرة من شارع الحسن الثاني طريق الوطنية رقم 1. كما شفتوا معنا الإخوان اليوم في الصباح درنا لكم انطلاق ديال عملية الهدم ديال القنطرة اللي كتدوز من فوق شارع الحسن الثاني واللي كتطلعنا مباشرة لمدرسة الموحدين واللي كدينا للمركز ديال مدينة تمارة. الله يرحم لكم الوالدين. الهدف من هذا الفيديو واحد الرسالة اللي كنتمنى من الله توصل لجميع الناس. هنا الإخوان بدأ تقطع وهنا خطر أنه يدوز شي واحد. الله يرحم لكم الوالدين. راه كنشوفوا بعض الناس اللي كتطلع دابا من جهة البحر وكتطلع على رجليها وما كنعرفوش الوضع ديال كل واحد كيفاش داير، لأن ملي كنشوفوا حفار هنا كنشوفوا البارير الأول راه مديور قدام مقبرة سيدي محمد الشريف، والبارير الثاني داير في الجنب ديال الخياله، والبارير الثالث هو كنشوفوه هنايا. انا راه غنوريكم الامور شنو كاينه. رجاء الرساله هو اننا نشدوا بتي تاكسي نغيروا المسار نطلعوا على شارع محمد السادس، لانه ما يمكنش الاخوان كنشوفوا اشغال كبيره من هذا الحجم هذا ونمشيو ونطلعوا على رجلينا. فراه لا يعقل لا يعقل، يعني حتى العساس مسكين هنا كيلقى مشاكل كبيره مع الناس. فرجاء الله يرحم الوالدين. عندنا ثلاثه ديال لي بارير هنايا، ها نتوما عندنا البارير الاول جيت الخياله والبارير الثاني راه هو جيت المقبره. فكنتمنى من الله انه الناس تراعي على هذه المساله، هنا في اتجاه المركز المدينه راه الطريق مسدوده كما كتوضح الصورة، كاين حفر عملاقة، الإخوان خدامين بواحد التقنيات مميزة الله يوفقهم، يعني كما كتشوفوا معنا. رجاءً تعاونوا مع هاد الناس، وبالنسبة للإخوان السائقين يصبروا شوية، المهمة ماشي سهلة، كاين خدمة كبيرة، وهادشي كله إن شاء الله غيكون في الصالح ديال المدينة ديالنا، وغنشوفوا تغييرات كبيرة، وغنفرحوا جميع إن شاء الله بالصورة النهائية والقنطرة كيفاش غتولي. يعني كاين أمور اللي هي مزيانة جاية في الطريق، ولكن في هاد المرحلة اللي عندنا أشغال لازم ما نصبروا. أصحاب السيارات الله يرحم ليكم الوالدين، راه الناس باقي ما ولفوش على أنه طريق مسدودة، وركزوا معايا مزيان. هنا الطريق اللي كتجيب من الرباط، الناس اللي كيبغيو يمشيو لعين عتيق يمشيو على طريق البحر ولا يمشيو على الطريق ديال لوطوروت. اوكي هنا مزيان الناس ديال الرباط. ونقطة أخرى كنبغي نشير لها، من غير الناس اللي جايين من الرباط كاينين الناس اللي كيبغيو يهبطوا لهرهورة في اتجاه البحر. الطريق مسدودة، كلشي غادي يهبط من السونتر ديال تمارة، والناس اللي غيبغيو يجيو من تمارة من عين عتيق الصخيرات وعندهم الخدمة في تمارة يشدوا لوطوروت مباشرة ويخرجوا من ولاد مطاع. احسن طريق احسن طريق. باش نقول لكم الاخوان نتعاونوا مع الناس، لان الناس اللي كيطلعوا من جهه البحر معطلين من خدمتهم ولا شي حاجه على رجليهم، رجاء أنا الطريق راه مسدوده، خصوصا الناس اللي كتجي على رجليها. الناس اللي كتجي على رجليها تفادى انها يعني تدوز في هذا الطريق هذه، لان كاينه خدمه كبيره. ونتمنوا من الله الناس تفهم شويه، الناس اللي هابطين من جهه الموحدين الطريق راه مسدوده والطريق كتهبط في اتجاه ديال الشيخ الضاوي، ولكن الناس اللي طالعين مع الشيخ الضاوي اللي جايين من الرباط ويبغيو يدخلوا في الطريق باش يطلعوا راها مسدوده. فكما كتشوفوا دائما مشاهدينا الكرام هنا عندنا الورش، هنا كاينه الاشغال. والنقطه اللي كنبغي ناكد عليها، الناس اللي طالعين من هنا الطريق اللي كتطلع من جهه الكوميساريه سونترال الريضه هذه راهم حابسينها، هذه راها حابسه باش تجيب لهنا، ولكن الا كنا هابطين من مدرسه الموحدين في هذا الاتجاه ديال الاشغال راه ممكن نهبطوا في هذا الاتجاه، ولكن عندنا تغيير المسار لليمين. الناس اللي جايين من السونتر جايين من الصخيرات من عين عتيق عندهم الخدمه جيت الشيخ الضاوي راه غيضطروا يطلعوا من السونتر، يعني راه كاين تغييرات كبيره وكبيره بزاف. فالله يرحم ليكم الوالدين، نتعاونوا جميع باش الامور تدوز مزيان، وراه كاينه اشغال كبيره وكبيره بزاف. والله العظيم الا السيد مسكين راه ساعات تشير الى وقت متاخر من الليل، ومسكين كل مره غادي كيسمع شي تقرقيب ولا شي حاجه، يعني راه بلاصه ماشي سهله، يعني في الخدمه في المراقبه هنايا. يعني كنتمناو ان الناس اللي كتعطل في البحر ولا هذا تكون موتوريزي يكون عندها الترونسبور ديالها، اولا شي طاكسي ديالها ولا شي حاجه، نغيروا الاتجاه غير ما نمشيوش من الاتجاه اللي فيه هاد الاشغال هادو. لأن تبارك الله كنشوفوا أن عملية الهدم ديال القنطرة انطلقات وكانت تغييرات كبيرة في هذا الاتجاه هذا. فرجاء نتعاونوا جميع باش كل الأمور مزيانة.
غنمشي بكم للسياره ونكملوا الجوله. كما كتشوفوا الاشغال مستمره، كاين اشغال كبيره وكبيره بزاف. الله يسخر الامور يا ربي، والله يكون مع هاد الناس هادو، ونتمنهم الله الخير والتيسير يا ربي، ونشوفوا اشغال اللي هي مزيانه ان شاء الله. كيف ما قلت لكم الاخوان، دي مارينا السياره دابا، وحنا هابطين من جهه ديال ريضان، فهاد الطريق هادي كتدي، وحنا هابطين من مدرسه الموحدين، ممكن نغيروا المسار في هاد الاتجاه هذا. هاد الاتجاه شكون يقدر يمشي فيه؟ غيمشيو فيه الناس اللي باغيين يمشيو للرباط وبغي يهربوا من الزحام شي شويه في شارع محمد الخامس، واللي غيبغيو يمشيو في الاتجاه ديال السونتر دابير، ولا باغيين يمشيو للمشروع. هذا هو اللي كاين، لان ولينا كنشوفوا من راس الشارع ديال شارع محمد الخامس، تقاطع مع شارع مولاي رشيد، مولاي علي الشريف، ومع شارع مولاي رشيد طريق عامره. كاين رجال الامن في جميع المدارات، في جميع النقاط اللي فيهم مفترق الطرق. يعني خاصنا نتعاونوا، الله يجازيكم بخير، باش العمليه تدوز على اكمل وجه. المدينه كتعرف تغييرات مهمه، الحمد لله كاين اشغال كبيره جايه في الطريق، لازم ما نتعاونوا. هذه طلعه ديال الشيخ الضاوي على اليمين، شفتوها طلعه الشيخ الضاوي، ولكن انا غنهبط على اليسار، غادي نهبط على اليسار باش نشوفوا بان ديال الاناره راه خدموها في شارع الحسن الثاني في الجهه الشماليه. كاين امور ليا مزيانه الحمد لله، كنلزم شويه الصبر، ونتعاونوا جميع وان شاء الله ما يكون غير الخير. الاخوان هنا تاهما راه خدامين هنا على السور هنا ديال السكه، اللي غيرجع شويه غيزيد يقرب للسكه شويه، بحكم غيديروا لنا الممر الرصيف الخاص بالراجلين. الصوره الحمد لله بدات كتغير ديال المدينه، الحمد لله بدينا كنلمسوا التغيير، تغييرات كبيره في مدينه تماره. شفنا شارع الحسن الثاني، شفنا مجموعه من الشوارع في انتظار نشوفوا اعاده تاهيل مجموعه من الاحياء بمدينة تمارة بدون استثناء، وعلى رأسها من المسيرة جوج، حي المغرب العربي، ديور الشركة، كذلك ومثال ربما أبرز المتفائلين كان كيتمنى الأشغال تجي للوفاق، لأن